أخواتي الإخوة الكرام، سلام الله عليكم وتحية للجميع. في البداية كنطلب منكم دعم هذه القناة من خلال الاشتراك والبارتاج، لأن دعمكم هو دعم للحقيقة ومساهمة في تنوير الرأي العام وفي محاربة الظلم والفساد. قلت في الفيديو الأخير أن الشهرين الأولى اللي قضيتها بسجن سلاجوج عرفت زيادة على التعذيب النفسي الممنهج اللي تمارس عليا والمتمثل في الحرمان ديالي من الخروج من الغرفة لمدة فاقت 43 يوم، زيادة على عدم السماح باختلاطي بالسجناء والاتصال بهم والحديث معهم، وحرماني من الأوراق والأقلام والحق في المراسلات. هذا كله مع انتظار استدعاء ديالي من طرف التحقيق، يعني هذه المعاناة كلها تزادت عليها أحداث أليمة تمثلت كما قلت في الوفاة ديال الأب ديالي، ثم المرض الذي أصاب الأم ديالي مباشرة بعد وفاة والدي 45 يوم. هذا المرض اللي ترتب عليه شلل دائم لا زالت تعاني منه لحد الساعة. وقبل ما نكمل الخط بغيت نشير لواحد ثلاثة نقاط غفلتهم في الفيديو السابق. النقطة الأولى هي أنه في النهار اللي جاو عندي داك الأمنيين لسلاجوج، انتقلت واحد الفرقة أخرى من الرباط لطنجة، يعني سجن طنجة على مستوى الغرفة اللي كنت كنقيم بها، حيث تم القيام بواحد التفتيش. أنا كنت خليت الهاتف ديالي عند واحد السيد، إذا مشاو قلبوا على الأغراض ديالي على الله يلقاو شي حاجة، ثم خداو داك الهاتف وقلبوا على الشريحة ديالو اللي كانت فيه وجمعوا المسائل اللي بقات لي تما، ظنا منهم أنهم كانوا يقدروا يلقاو السديات أو داك الشي اللي تحدد فيه تحددت عليه في الرسالة اللي وجهتها للديوان الملكي، ولكنهم ما لقاوش داك الشي اللي كانوا كيقلبوا عليه وداو التليفون وشي مسائل. المسألة الثانية اللي بغيت نشير لها واللي غفلتها كذلك هي أنهم بعد الجلسة الأولى اللي مشيت فيها لطنجة، جاء عندي المحامي ديالي الأستاذ محمد كريم مبروك للسجن ديال سلاجوج، وهذا المجيء ديالو الأولى تكلات بواحد المشكل وقع بينه وبين الإدارة. علاش؟ لأن المزار المخصص للمحامين في سلاجوج يختلف عن باقي السجون المغربية، يعني كاينه مكاتب ديال الزجاج زجاجية، وكاينه واحد الطاوله كيجلس عليها واحد الموظف باش يستمع لداكشي اللي كيدور بين المحامين والموكلين ديالهم، وهذا مخالف تماما للقانون المتعلق بسريه المخابره بين المحامي والموكل ديالو. هنا المحامي محمد كريم مبروك ناض احتج عليهم، الشيء اللي خلى المدير يجي عنده رئيس المعقل ونائب المدير حاولوا يهدئوه، ولكنه اصر على كون المخابره بينه وبينه خصها تتم في سريه تامه. وهذا الشيء اللي عمله محمد كريم مبروك واكدوا عليه ان نقطه تحتسب له. محامين كبار في الرباط كانوا كيجيو عند الموكلين ديالهم تما وكيخضعوا لذاك الشيء اللي مسطره داك الاداره بالمؤسسه السجنيه. المساله الثالثه اللي بغيت نشير لها هي عدم حضور المصرح المشتكي اللي قدم بيا الشكايه، ما جاش عند البوليس وما جاش في اطوار المحاكمه، وهذه المساله خصكم تسطروا عليها. يعني ما جاش انسان نورمالمون ملي كيقدم شكايه لوكيل الملك كيجي عند البوليس كيستمعوا له في محضر قانوني باش كتمشي الاجراءات المسطريه حسب القانون، ولكن هذا السيد ما جاش لا عند الشرطه ولا خلال الجلسات. الجلسات اللي كانت عباره عن مسرحيه كتكرر الفصول ديالها كل اسبوع، والحاجه اللي كانت باينه فيها خلال هذه الجلسات هي السخط العارم ديال الهيئه والحقد ديالها التام عليا بسبب اعتزامي تنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية ديال محكمة الاستئناف بطنجة. بالرجوع الخط لسلاجوج، من بعد ما وليت كنخرج كيف ما قلت بعد 43 يوم من الغرفة ديالي، تعرفت من خلال الفسحة الصباحية اللي كنت كنديرها بالقرب من المصحة، تعرفت على بالعرج كما سلف الذكر، وعلى حاجيب وعلى هيدالة وعلى النيني ومجموعة أخرى ديال السجناء. اما في الفترة المسائية تعرفت على مجموعة قديم ايزيك، الناس ديال البوليزاري قديم ايزيك،
تعرفت على الزاوي، على الديش، على هدي، على العروسي، على السباعي. هاد السباعي بعدا كانت وقعت لي واحد المشكل انا وياه، واحد الحادث وقع انا وياه. كنا خرجنا للمستشفى انا وياه، وفي اطار واحد الدردشه بسيطه على القضيه الصحراء والتطورات ديالها وكرونولوجيا الاحداث الى اخره، قلت له هكا، قلت له السي السباعي دابا نتوما الرئيس ديال البوليزاريو هو عبد العزيز المراكشي، هو ولد قلعه السرارنا، دابا علاش نتوما منوضين هاد الحيحه؟ مادام نتوما الرئيس ديالكم مغربي قبلوا بمحمد السادس فهو حاكمنا وحاكمكم، واللي يدوز علينا غيدوز عليكم وحنا غاديين. هذيك الساعه السيد طار عرفتي شعل واحد الشعله، ما ولا سيما انه كان عامل شي اوبيراسيون على الكور اوفير وقيله، ومريض مرض خطير بالقلب. واحد الموظف قال لي اش كتعمل السيد مريض وقع له شي حاجه؟ داك الساعه قلبت ضحك، قلت له المهم دابا اذا شديتو نتوما الاستقلال ديالكم، اذا شديتو يعني حلموا مع راسكم، اذا شديتو دبروا علينا شي خدمه معاكم تما في داك الصحراء. حاولت نمتص داك الغضب ديالو هذا. المهم العلاقه بيني وبين هذوك الناس ديال كديميزي كان كيطبعها الاحترام، كنتناقشوا على قضايا سياسيه، على قضايا كتعلق خصوصا بالصحراء، ولكن في مجمل القول هذوك الناس للاسف ما لقاوش اللي ياخذ بيدهم. باش نكونوا واضحين، الدوله ما كديرش خدمتها على جميع الاصعده. الناس في الداخل ديالهم مغاربه، خلال شي ماتش ديال الكره ولا هذا كتحس انهم مغاربه، كيتعاملوا معنا كاخوتهم كمغاربه. ديك الايديولوجيه اللي عندهم او داك الشح اللي شحنوهم داك الناس، ما لقاوش في السجون المغربيه الناس اللي تقدر تاثرهم، الناس اللي تقدر تبدلهم المسار ديالهم وتبدلهم الفكره ديالهم. هذا ضعف كبير على مستوى تدبير ديال السجون والتنسيق بين المصالح المختصه والسجون. كيعرفوا يعذبوا الناس، شي حاجه اخرى ما كيعرفوهاش. قلت ان تعرفت على بزاف الناس، وكل ما تعرفت على اشخاص الا وكنسمع قصص وحكايا. قصص كل وحده كتختلف على الاخرى، وكل وحده غريبه على اللي سبقها. ارهاب وبيع ديال الاسلحه ومخدرات صلبه على الصعيد الدولي، وكيفاش كتم الجلب ديالها من افريقيا سورتو من مالي، سرقه كبرى، قضايا امنيين، قضايا عسكريين الى اخره. لان السجن الخوت اللي ما كيعرفوش بزاف الناس، ان السجن بفعل الفراغ، فعل العامل النفسي، فعل بطء مرور الوقت لان الوقت كيدوز ثقيل، بفعل التشابه ديال الايام، ايام كتشابه، كيخلي هادشي كامل كيخلي الانسان يبوح باللي في الداخل ديالو. داكشي اللي عنده الداخل والله حتى يخرج، اذا ما خرجوا اليوم يخرجوا غدا. يعني اللي داير شي حاجه كيعترف بها، وسمعت ناس وشفت ناس كيعترفوا بالجرائم ديالهم وكيتباهوا بها. مثلا نعطي على سبيل الذكر للحصر، السكاكي كان كيعاود لي انا على البراكاج اللي كانوا كيعملوا ببلجيكا وفي اوروبا، وكيفاش كان كيتعاملوا مع هاد البراكاجات مع السلطات الامنيه، وكيفاش وقع له في الحبس، وكيفاش حتى هرب من الحبس، ومنين جا المغرب كيفاش هرب. يعني كيعاود تلقائيه. ابراهيم اللي عمل اكبر سطو مسلح في انجلترا كان كيعاود على القضيه ديالو ببساطه، وكيقول لك درت وفعلت، وانا ملي كنت صغير كيعجبني نصرا، كيعجبني هذا، وعملت الرياضات فنون الحرب وعملت وفعلت وهذا، ولكن ما قدرتش نتخلى على هذه الهوايه اللي عندي اللي هي السرقه، انا كان كيعتبرها هوايه. كذلك شان مجموعه الناس اللي كانوا خدموا في التجاره ديال الاسلحه اللي كانوا كيجيبوها من الدول الشرقيه، كيهضروا ببساطه، يعني كيعترف انه داير واحد الفعل كيجرموا القانون وجالس وحمد الله. ولكن الناس اللي ما عملاش، الناس اللي ظلمات، كانت كذلك تبوحوا بداك الظلم اللي وقع عليها، بداك الاحساس ديال الظلم اللي وقع عليها. كانوا كيعاودوا على الظلم اللي وقع لهم، كيفاش تكرفصوا، كيفاش اتهموا، كيفاش تركبت لهم القضايا، وكيفاش وكيفاش، وكيعاودوا على غياب العداله وعلى غياب المحاكمات العادله، وكيعاودوا وكيحاولوا يسمعوا صوتهم كل ساعه وكل دقيقه وكل نهار. وهذا الشيء كيتكرر، علاش؟ لان ما لقاوش في القضاء اللي يسمعهم. لان المحاكم ديال المغرب كما كتعرفوا، بلا ما يكذب عليكم شي واحد، وبلا ما يكذب عليكم الاعلام، بلا يكذب حتى واحد، ليس من سمع كمن راى.
اللي دخل المحاكم غيعرف ان كاين واحد الفوضى، واحد البهزاله، واحد المسرحيات، ما كاين لا عدل ولا عداله ولا محاكمات عادله ولا حتى حاجه، ما كاين لا قضاء ولا هم يحزنون في هذه البلاد. باش نكونوا واضحين، كاين باك صاحبي وصاني عليك، الناس اللي عندها الفلوس والله ما كتدخل الحبس، كيدخل الحبس على الفقراء، وكيدخلوا الحبس يعني الناس اللي تكروزوا مع شي حاجه ديال الدوله وما عجباش الدوله وطحناتهم، هادشي اللي كاين. اذا الناس كيف ما كيعاودوا على البطولات في عالم الجريمه، كاين الناس كتعاود على الظلم اللي طالها واللي عذبها. نرجعوا لخوت المحاكمه والمرتبطه بالظلم. بعد الجلسه الاولى اللي مشيت لها لطنجه وقعدنا الحديثه، تم الاستدعاء ديالي، تم الاستدعاء ديالي، ولكن هذه المره ما داونيش من نسله، يعني بالسياره ديال سله. جات سياره من طنجه نهار اثنين وبيتين في سله، نهار ثلاثة داوني للمحكمه، من بعد ما ساليت المحكمه رجعوني لسله، ومن بعد داكشي عاد رجعوا هما خاوين لطنجه، يعني خسروا عليا شله فلوس، وفي الاخير حكموا عليا بالمده اللي قالوها لي الامنيين النهار اللي جاو عندي، نهار عيد الاستقلال 18/11/2011. قالوا لي غتاخد 10 سنين، والله يعطيك مصيبه وغتاخد 10 سنين اذا ما سنيتيش على هذا الشيء. وبالفعل تم الحكم عليا ب 10 سنوات في غياب تامن العداله، في غياب تامن المحاكمه العادله. وفين هذه العداله وهذه المحاكمه العادله؟ ملي تم رفض كل الملتمسات ديالي من خلال الدفاع ديالي، عييت نغوت انا، عييت نغوت الاستاذ محمد كريم مبروك، طالبنا باستدعاء المصرح المشتكي، ما استجبوش للطلب، طالبنا باستدعاء محرر المحضر والقول ببطلان المحضر وزوريته، طالبنا باستدعاء مدير السجن ديال سلا جوج، طالبنا باستدعاء مدير سميتو ضابط المخابرات العسكريه، طالبنا باستدعاء مسؤول في المخابرات العسكريه اللي هي لاجيت، طالبنا باستدعاء سفيان وعمرو عن مندوبيه السجون. كل هاد الطلبات وجهت بالرفض، الرفض التام، يعني ما كاين لا هضره لا كلام. اللي قالت النيابه العامه بناء على ما جاء في المحاضر هي اللي كتسمع، اما اللي تقولها انت واخا تكون مظلوم، واخا تعاود زابورك ادو التطيب، والله ما كاين اللي تصمت لك. اذا صدمه ضافوا لمجموعه من الصدمات اللي تلقيتها الواحده تلو الاخرى بدايه من 2011. من بعد هذا الشيء قررت ان ندخل في معركه، هذه المعركه من جانب قررت الخوض، خوض في اضراب على الطعام، اضراب مفتوح على الطعام، واللي دام تقريبا 41-42 يوم، ولكن ولاد الكلاب ما صرحوش للجهات الوصيه، يعني مندوبيه السجون او النيابه العامه، على كوني مضرب على الطعام، خلوني هكا كنموت، دير اضراب موت بحال هكا الكلب، ما كاينش اللي غيديها فيك. كنقسم لكم بالله انه درت ما اكثر من 40 يوم، 41-42 يوم في هذه الحدود، ولكن والله ما صرحوا بيا، خلوني هكاك. اللي خلاني تراجعت على الاضراب، اولا الهزاله ديال الجسم والضعف اللي حسيته، ظروف نفسيه وهذا، وزيد عليها الجوع، هذا من جانب. من جانب ثاني كان قبلتي واحد السيد جابوه من الجزائر ودار اضراب على الطعام بعد ما تم الحكم عليه ب 20 سنه، ومسكين واحد الليله واحد الموظف دابز مع البوليزاري وجا عندي قال لي عطيني شي كارو، عطيتو الكارو وانا واقف كنهضر انا وياه وكنسمعو ديك كان سابقني بواحد 10 ايام تقريبا، سميتو احمد على ما اتذكر. المهم سابقني بواحد 10 ايام في الاضراب، مسكين داك الليله هذيك غيموت، ما كذبش عليكم، خفت على راسي اذا تباقي صغار وهذا، قلت باقي كاين امل في الاستئناف، كاين امل، كاين امل، ديما الانسان يمني النفس بالامل. اذا وقفت الاضراب وقررت ان نبدا نوع جديد من النضال باش نبين الحقيقه. وهنا غيوقف معايا واحد السيد كنوجه له التحيه الخالصه من هذا المنبر، السي سليمان غريسوني الله يفرج عليه، كتب عليا مقال في جريده المساء في الصفحه الاولى، سماه سجين يكشف اسرار منتيره ويضع لاجيل في ورطها، وفي الصفحه الاولى كتب عليا مسكين هذا المقال، وهذا المقال خدمني الى حد ما مع الاضراب، لان واحد القاضي في المرحله الاستئنافيه الله يرحمه مسكين عزيت عليه، وكان كيقول لي هكا ملي كنجي وانا الحاله ديالي طايحه مره، كيقول لي يا محمد كول ما
غادي يكون الخير غي. وكيقول شي ناس كيقول لهم الا جا المصرح غنبحث في هذه القضيه وغنعتقل المصرح ونطلقوا والله العظيم السيد البصيري يمكن البصيري كنظن انه مات الله يرحمه. المهم خدا بيدي وسمع لي وعطاني وقت وهذا وقام تخفيض العقوبه لان عصابه اجراميه ما كاينش انا بوحدي وبزاف الامور ما كاينش ولكن كان ضغوط من جهات اخرى. المهم خفض العقوبه الى 6 سنوات. هنا في هذه الجلسه هذه اللي تم تخفيض العقوبه فيها هضرت مع النائب الاول ديال الوكيل العام واللي كان في الجلسه. هذا الاستاذ هو اللي شافني النهار اللي دخلوني عنده شاف في هذيك التخنزيره ملي زول لي 4 سنين. قلت له اسمح لي السيد الرئيس نهضر. قال لي تفضل. قلت له كنقسم لك بالله السيد الرئيس انه ما تمش انجاز المحضر في حضوري، تم انجاز ديال المحضر في غيابي، وهذا الشيء اللي تقال عليا والله ما كاين منه حتى حاجه. والاستاذ الخطابي قال لي 15 يوم غنجيبك وما جابنيش وتم قام الاحاله ديالي على الغرفه ديال الجنايات الى اخره. وعاودت له هذا وشويه ضربت توجهت لذاك النائب الاول ديال الوكيل العام استاذ بني خلف. قلت له استاذ كتهضروا وكتدافعوا على الحق العام وكديروا وكتفعلوا، قلت له واش كتشوفوا شنو كيوقع في اماكن الاعتقال؟ قلت له بربكم واش كتشوفوا اشنو واقع؟ وكنتمنى انا السي بني خليف يتصنت لهذا الفيديو ويقول واش انا قلت له هذا الشيء اولا كنكذب عليه، اذا كنت كنتجنى عليه يتابعني قضائيا. المهم قلت له واش كتشوفوا اش واقع في اماكن الاعتقال؟ في اماكن الحراسه النظريه؟ سكت وضغط في الرئيس قلت له زعما كوارث كتوقع والقضاء كيتحمل حتى هو الوزير ديالو في هذا الشيء اللي واقع. هو قال لي حقك عند الله، الشيء اللي يقدر يقول ذاك القاضي. قال لي الله يتولى، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، والحمد لله ملي كنلقاو المحاكم ديالنا فيها الفقهاء. المهم رحمه الله على هذا السيد هذا، وانا مدين له لان تعاطف معي الى حد ما رغم انني حتى العقوبه اللي تم الحكم بها استئنافيا هي عقوبه قاسيه، هي عقوبه مجحفه، هي عقوبه ظالمه، لان انا تعرضت للظلم وتعتقلت لمده 6 سنوات اعتقالا تعسفيا وما غنتخلاش على هذا الحق ديالي في المطالبه ديالي باعاده المحاكمه واخا دابا ونقدموا هاد الدلائل، واللي عنده شي دليل ضدي يقدموا هاد المصرح يجي يا سيدي. علاش المسطره كلها فاسده؟ اذا علاش حنا نبقاو هكا؟ نبقاو في هاد الفساد ساكتين عليه؟ هاد الشيء غيحملني ان ناخذ واحد القرار في القريب العاجل وغنخبركم فيه وغندير فيديو فاصل يعني نخبركم من خلاله على هذا القرار الخطير اللي غنتاخذوا في حياتي. وما كتهمنيش العواقب وما كتهمنيش اش غيوقع لي، ان اكثر من اللي وقع لي ما غيوقعليش. انا المده ديال الاعتقال ديالي تهرست لي فيها علاقتي مع الاسره، وقع واحد النفور ان 4 سنوات قضيتها بلا ما شفت الاطفال ديالي، اذا هذا خلف واحد العامل النفسي خطير عند الاطفال. وقع واحد التباعد بيناتنا، ما بقيتش عارف نعيش مع الناس. ثانيا ان ذاك العزله اللي تحطيت فيها لمده طويله خلتني منطوي على نفسي حتى داخل البيت. اذا كاين مخلفات ديال هذا الاعتقال اللي كنحمل المسؤوليه كامله فيها للدوله والملك ديال المغرب باعتبار ان الاحكام كتصدر باسمه. اذا حتى محمد السادس يتحمل المسؤوليه الكامله عما وقع لي من انتهاك صريح لحقوقي ومن ظلم اللي وقع ليا. هنا غادي نوقف وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وحاولوا تدعموا هذه القناه الله يخليكم وتبارطاجيو هذا الفيديو.